معكم نادية عمري 21 عام كنقرا وفي نفس الوقت كنخدم. انا كنت انا اللي لحقت هذيك التصويره في واحد الجروب وكنت غير بالضحك يعني ما كنتش كنتظر انها غدير هاد الضجه كامله يعني جاتني انا غير بغيت غنوصل واحد الميساج للبنات والولاد بغيت نوصل بلي راه ماشي بالضروري ان الانسان انه غادي يخرج لواحد الطريق اللي خايبه بامكانه انه يقرا ولا انه يخدم في الحلال بالنسبه للبنات اللي كيخرجوا يفسدوا على والو انهم دارهم فقراء فبامكانهم انهم يخدموا بخدمه اي خدمه كما كانت المهم تكون حلال حسن من انهم يخرجوا للطريق وبالنسبه للدراري بامكانهم انهم يخدموا ما كنتش كنتظر هذيك الضجه كامله الصراحه كنبيع نشري ليمون عصرت الليمون وعصرت البرتقال باللغه العربيه كنبيعو عادي كنبيع بنهار في رمضان كنبيع بنهار الاترو وفي مور الفطور كنبيع الكيلو صافي وايام العاديه كنبيع من 7 الصباح حتى 9 ديال الليل انا الكليان ديالي كيتعامل معايا مزيان حيت اصلا كنعرف نبيع ونشري ابار كنبيع الليمون كنت كنبيع دي برودوي دارنا انا اش غادي نقول لك الام ديالي هي اللي واقفه معايا انا المره الاولى ما كنتش بغيت نبيع كنت بغيت غير نبقى تنخدم ماما قالت لي لا يمكن لك تخدمي واخا انا الدار راه قادر انهم يوفروا لي بزاف ديال الحوايج ولكن انا شحال قدي نعتمد على دارنا عندي 21 عام كنقول ماما عطيني باش مثلا نخرج ولا مثلا نمشي للحمام ما كنقدرش عندي هاد العام الباك كنت خرجت من القرايه ورجعتني الام ديالي وبالعكس ما ندمتش حيت رجعت نقرا القرايه هي احسن حاجه والارباح كنعطي للام ديالي وفي نفس الوقت كنخبي حيت مثلا عندي بزاف ديال الحوايج ما ندير في حياتي راه ماشي بالضروري نقدر نعيش غير بالقليل ونخلي الفلوس نوظفهم في شي حوايج اخرين مثلا ندير كروس احسن هادي نقدر ندير حانوت علاش لا صافي كنطلب منهم انهم ما يمكنش اش غادي نقول لك كنطلب منهم يخدموا كما كنخدم انا يا بنات يا ولاد اي خدمه يمكن يخدموها في الحلال وما يمشيوش للبلايص اللي حرام بالليل ما نكذبش عليك كاين اللي كيقول لي سيري دخلي لداركم راه الليل هذا انا تنقول ليه عادي يعني راه ما غادي حتى واحد ما غادي يهضر معايا قادره براسي مهما خرج انني غادي نخدم حتى قادره ماشي من داك النوع اللي كيخاف من داك النوع اللي غادي ما غاديش نسمح في حقي. Thank you.